إشارات سياسية نقرأ أهمها في أسبوع. واشنطن بوست: اتفاق غزة بات قريبا وحماس لا اختراق بالمفاوضات. وبعد تعليقها واشنطن تستأنف شحن قنابل تزن 500 رطل لتل أبيب. والإعلام العبري: حماقة الاغتيالات التي تنفذها تل أبيب غير مجدية، وحزب الله قادر على ملء صفوفه. أما إلى إسبانيا التي تطالب الناتو بالوحدة والاتساق في موقفه من غزة وأوكرانيا. ولقراءة معمقة في مضامين الإشارات السياسية نرحب بضيفنا دكتور أيمن الرجب، وهو أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. ويعني نرحب بك بداية لنقرأ كل هذه الإشارات التي تحدثنا عنها، والبداية من اتفاق غزة التي تقول واشنطن بوست بأنه بات قريبا. بعد التحية لك يا أستاذ رانيا ولكل المتابعينك ومشاهدينك الكرام. طبعا يعني خلال جولة على مدار عدة أيام استمرت منذ قرار 27-35 صدور مجلس الأمن وحتى الآن، وكانت طبعا مركزة خلال 24 ساعة الماضية من خلال عقد القمة في الدوحة، وعادت الوفود الاجتماع في مصر والدوحة مرة أخرى، تناقشت ملفات أولا اليوم التالي في غزة. صحيح أن الأمر يتحدث عن ثلاث مراحل لتنفيذ قرار 27-35، طبعا الأكثر نضوجا الآن هي المرحلة الأولى. يمكن كما تحدث جون كيربي أنها هناك تفاؤل مشوب بالحظر بصراحة، فنحن لدينا تفاصيل أن هناك مرونة من حركة حماس في ملف طبعا المرحلة الأولى بالتحديد، ولكن من حق حماس أن تطالب بأن يكون هناك وقف للحرب في نهاية المرحلة الأولى وانتقال للمرحلة الثانية، لأن الورقة التي تمتلكها حماس فقط هي ورقة باقي الأسرى والجنود، باقي الأسرى من فئة الجنود والضباط. إذا أخذهم الاحتلال في المرحلة الثانية دون وقف حرب فإن هناك حرب ستستمر فترة طويلة. يمكن أنجز مفاتيح عدد الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد الأسرى الفلسطينيين في المرحلة الأولى، طبعا أنجزت مفاتيح طبعا عودة النازحين من الشمال إلى الجنوب، عدم اعتقالهم، السماح لهم بمرور عبر حاجز نتسريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوب. تم الاتفاق على إدخال كمية كبيرة جدا من المساعدات، إدخال المياه النظيفة إلى غزة، تشغيل طبعا بعض خطوط الكهرباء وغيرها من تفاصيل صغيرة تم تجاوزها، لكن بقى الأمر هو انتقال المرحلة الأولى إلى الثانية، لأن لا توجد تعهد بوقف الحرب في المرحلة الأولى إلى الثانية. فترة المتفاوض يعني بنعرف أن المفاوضات ستبدأ من اليوم 16 من المرحلة الأولى المقدرة 42 يوم. خلال هذه الفترة المقاومة تريد أن لا يكون هناك سقف زمني ينتهي مع نهاية المرحلة الأولى، وتريد أن تكون هناك فترة مفتوحة. الاحتلال يرفض هذا الأمر بشكل كلي، والوسطاء يطرحون فترة 3 أسابيع فترة سماح بين المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية. إذا فشلت طبعا الانتقال إلى المرحلة الثانية الأمر به أزمة. يمكن بتفاصيل مفاتيح المرحلة الثانية بصراحة تكمن في عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد الأسرى الإسرائيليين، وإضافة إلى وقف الحرب. لم يكن هناك طبعا اتفاق فالأمر بصراحة به أزمة كبيرة جدا، لأن نعرف أنه لدينا في سجون الاحتلال متوسط 15,000 أسير فلسطيني، وخاصة أنه رئيس الشن بيت قال أن عددهم قد يصل إلى 21,000. إذن هناك آلاف اعتقلوا من غزة ونصنفهم نحن في عداد المفقودين، وبالتالي هذه هي المرحلة الأخطر، هو الانتقال إلى المرحلة الثانية. طبعا تم مناقشة محور صلاح الدين أو يطلق عليه محور فيلادلفيا، معبر رفح، آلية إدارته. الاحتلال يرفض عودة السلطة أو عودة حماس للاستلام معبر رفح، ويتحدثون عن قوة جديدة فلسطينية. كيف ستنشأ هذه القوة؟ من سينشأها طبعا؟ وكيفية إدارتها لهذا الأمر؟ حتى الآن هذه الأمور تدور في تفاصيل طبعا ضيقة بين عدة دول عربية، والأمر بصراحة صعب. إن لم يكن هناك اتفاق مع حركة حماس على تشكيل هذه القوة كنواة فلن ينجح أي محاولة
كما فشل نتنياهو بالسابق في موضوع إحياء العشائر، وكذلك جالنت حتى الآن في مطلق عليه 24 جزيرة إنسانية في قطاع غزة. دكتور أيمن، هناك من يقول بأنه حماس اليوم تريد أن تأخذ شكلا شبيها بشكل حزب الله اللبناني، هل هذا أصلا مقبول في الأوساط الإسرائيلية؟ بالمطلق لا يوجد طبعا رابط بشكل أساسي، لكن حزب الله في كلمة حسن نصر الله تحدث بشكل واضح أن إذا وافقت المقاومة على الهدنة بينها وبين الاحتلال الإسرائيلي فنحن ملتزمون بها، ولكن نحن نتوقع أن الأمر لا مغاير ما حدث. صحيح أن هناك في تثبيت القواعد الاشتباك بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي لا يوجد خروج، لدرجة أننا نقول أن هناك حرب واسعة. يمكن اليوم مؤتمر أو اجتماع الناتو كان له دلالات بأن الناتو يستعد لحرب أكبر وأشمل من خلال نشر قوات، ولكن التركيز في أوروبا ليس في منطقة الشرق الأوسط، هذا ما أعني في بيان الختامي في قمة الناتو. لكن لو عدنا إلى الأمر، إذن الناتو لا يرى أن هناك حرب قادمة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي بالتقديراتهم الواضحة، والأمر يتعلق في طبعا بقاء أو ثبات قواعد الاشتباك بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي لهذه الفترة. يمكن نحن نرى أن توتر الأمور بشكل أكبر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي لن يكون في الفترة الحالية قبل انتهاء الانتخابات الأمريكية. نعرف أن الأمريكان تقترب ساعتهم السفرية من الانتخابات، تقترب بعد 4 شهور ستنشأ الانتخابات، وبالتالي هم غير معنيين إلا بالهدوء في المنطقة خلال فترة الانتخابات، خاصة أن طبعا الأمور ليست سهلة لا على الديمقراطيين ولا على الجمهوريين بصراحة. نعم. لكن خلال هذه الفترة يعني هناك الكثير من التغييرات التي قد تطرأ أو قد تحدث، وحتى هذه اللحظة يعني يبدو حزب الله اللبناني متماسكا أكثر مما كان عليه حتى في بداية هذه الحرب. بالضبط، كما أشار هناك ثبات لقواعد الاشتباك، ولكن حزب الله طبعا لا زال بمقدوره أن يناور، وطبعا نشر فيديو هدهد واحد وهدهد اثنين وقال أن هناك هدهد ثلاثة قد يكون به تفاصيل أكثر. ما أزعج الإسرائيليين، ونحن نتابع هذا في الإعلام العبري وعلى منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، كيف تمكن حزب الله خلال كل هذه الفترة تصوير كل هذه اللقطات، وهو يتحدث عن مدن مثل حيفا، تفاصيل مدن حيفا، الحديث أن قد يكون الهدهد رقم 3 تصوير قلب تل أبيب، هذا له دلالات خطيرة جدا بالنسبة لهم، أن كيف صور وأين طبعا وحدة 8200 السبرالية الإسرائيلية، وأين الأقمار الصناعية، أين كل أجهزة التجسس التي نمتلكها ولم تتمكن من معرفة كل هذا التصوير. هذا يثار بشكل كبير جدا، ويدركون إذا دخلوا في معركة مع حزب الله المعركة لن تكون لمصلحتهم رغم كل ما يمتلكون من قوة بشكل أو بأسس قلبهم وفي قلبهم أو في دعم لهم بشكل كبير جدا الولايات المتحدة الأمريكية والناتو بشكل عام. ورغم كل ذلك هم يخشوا من الدخول في معركة واسعة لتبعات ذلك. اليوم نتحدث عن من 60 إلى 100 ألف إسرائيلي من سكان الشمال غادروا إلى العمق، وهذا الأمر طبعا لا يعطي أن حتى لو توقف الحرب بين غزة والاحتلال الإسرائيلي وكان هناك هدنة لا يعني أنهم سيعودوا، لأنهم يخشوا في أي لحظة انفجار الأمر. بالعكس، البعض قال إن لم يكن هناك مقدرتنا على كسر شوكة حزب الله فقد نجد حدث أصعب من 7 أكتوبر يحدث. نعم، ربما هذا هو السؤال دكتور أيمن، يعني حزب الله اللبناني صرح بأنه حماس هي من تفاوض عن المحور بين قوسين كاملا، وأن إسرائيل تعلم تماما بأنه الجولة الثانية بعد حماس قد تكون حزب الله، إما اجتثاث المقاومة بشكل كامل فبالتالي سحب السلاح من كل من يعادي إسرائيل، أو إنها خسارة مدوية. لذلك كانت كلمة السيد حسن نصر الله واضحة، أنه ينتظر ما تقوم بحماس، خاصة أنه قبل عدة أيام كان هناك لقاء بين قيادة حماس وسيد حسن نصر الله ونوقش هذا الأمر، وبالتالي إذا كان هناك سقوف واضحة فالحديث سيتحدث عن هدنة بشكل عام بين أولا بين غزة والاحتلال. إذا نجحت هذا الأمر كما حدث في نوفمبر الماضي سيكون هناك هدنة غير موقعة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، لكن هل سيقبل الاحتلال الإسرائيلي بأن تكون الأوضاع في طبعا جنوب لبنان كما كانت عليها قبل أحداث 7 أكتوبر؟ أنا أعتقد الإسرائيليين لن يوافقوا على ذلك مهما كانت التضحيات، إلا إذا طبعا لم يشعروا بدعم أساسي وكبير جدا من الولايات المتحدة الأمريكية والناتو، وأن يهدوا فقط الأمر بشكل كبير. لكن حزب الله لن يسمح بالعودة إلى 15 كيلو في العمق
الأراضي اللبنانية كما يريد الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح بأن يستمر تهديد حزب الله بهذا الأمر دون أن يوضع روادع. وأنا أعتقد بالعادة مثل هذه الحالات طبعا لا حرب ولا سلم، يجب أن تحسم بحرب واسعة وكما حدث عام 2006، ولكن هذه المرة لن تكون النصرة بالتوقعات إلى الاحتلال الإسرائيلي. بالعكس. عم بالحديث عن ذلك دكتور، يعني نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بداية يعني نحن ندرك تماما بأنه استئناف شحن القنابل وقنابل تزن 500 رطل لتل أبيب يتجلى يعني بالموقف الأمريكي الداعم بشكل مطلق للاحتلال الإسرائيلي بعد هذا السباق الانتخابي. وكنا قد رأينا يعني المناظرة بين جو بايدن ودونالد ترامب التي كانوا يعني فيها منافسة من يدعم إسرائيل بشكل أكبر. في حال تغير السياسات اليوم، ما المتوقع في ظل الأحداث الحالية والظروف في قطاع غزة؟ يمكن كثير من السياسيين وأنا منهم نرى أن هناك ثقل كبير جدا للصهيونية في اتخاذ القرارات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي طبعا من تتحكم في السياسات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تجاه دولة الاحتلال بالتحديد. يمكن الإفراج عن 2000 طبعا صاروخ أو قذيفة من كما قيل أنها تزن 500 رطل، فهذه طبعا حدث انفجارات دقيقة، وهي التي تستهدفت بها النوعية التي تستهدفت بها المدارس خلال الأيام الماضية في مناطق مختلفة في قطاع غزة. طبعا البيت الأبيض يخشى من زيارة نتنياهو إلى الكونغرس في 24 من الشهر الجاري، وزيارته لواشنطن للقاء منظمة الإباك مع الجالية اليهودية مع رجال طبعا اقتصاد مهمين مع ترامب أيضا، كل هذا الأمر يخشى أن يكون له تأثير بشكل كبير جدا. لذلك هم قاموا بالإفراج على هذه القذائف التي تم إرسالها أو إرسالها إلى تل أبيب. الأمر بشكل أو بآخر أن لا أعتقد أن هناك من يتحكم بشكل نهائي من البيت الأبيض، من يكون في البيت الأبيض بإدارة العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. هناك دولة عميقة هي صاحبة القرار والرؤية في اتجاه العلاقة مع دولة الاحتلال. نحن نعتبر أن دولة الاحتلال بمثابة أقل تقدير إحدى ولايات الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها هي شرطي الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والذي يدير أهم ملفاته. يعني اليوم أهم قواعد للاحتلال الإسرائيلي، عفوا، أهم قواعد الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ليست في داخل إسرائيل. ورغم كل ذلك الثقة بدولة الاحتلال أكثر من أي دولة أخرى بها قواعد مركزية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية وتستفيد منها أكثر، ولكن بالنسبة لهم دولة الاحتلال هي صانعة القرار مهم جدا في المنطقة. لكن بغض النظر عن كل ذلك، أنا أعتقد هناك طبعا رغبة من إدارة البيت الأبيض أن لا يكون هناك تسخين في طبعا مع نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن في 24 من الشهر الجاري. نعم، يعني إذا أردنا أن ننتقل إلى خبر آخر حول إسبانيا وطلبها من الناتو بالوحدة والاتساق في الموقف من غزة وأوكرانيا. أيضا يعني لربما من الجدير بالذكر أن اليسار الفرنسي أيضا كان يحتفل بفوزه في الانتخابات وسحقه لليمين المتطرف بأيضا الأعلام الفلسطينية. هل من الممكن أن يتغير الموقف الأوروبي بعد يعني كل هذه التغييرات السياسية من إسرائيل؟ يعني قبل أن ننتقل إلى قمة الناتو التي عقدت على مدار طبعا 3 أيام في واشنطن، أنا أعتقد ما حدث في أوروبا في بريطانيا وفي فرنسا تغير مهم جدا. لعبت الحرب على غزة دور مهم جدا في هذا الأمر، وهذا يعبر عن وعي شباب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لأن وفق الولايات المتحدة الأمريكية تأثير الشباب سيكون محدود، لأن الصراع بين السيء والأسوأ بين بايدن وترامب، الاثنين لديهم مشكلة تجاهنا والولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة تجاه القضية العربية بشكل عام. لكن في فرنسا طبعا فوز اليسار أعتقد متغير مهم جدا، خاصة أن اليسار أقصى اليسار وليس اليسار الوسط الذي يمثل ماكرون تحدث بشكل واضح أنه بعد تشكيل الحكومة إذا كلفوا بتشكيل الحكومة، لأن بنعرف صاحب القرار هو الرئيس الفرنسي، إذا كلفوا بتشكيل الحكومة فسيعترفوا بدولة فلسطين بعد 2 أسبوع مباشرة من تشكيل الحكومة. هذا تغير مهم جدا، وكما أشرت فلسطين كانت حاضر في الاحتفالات بفوز اليسار في طبعا فرنسا، وطبعا بريطانيا لازالت الأمور غير واضحة، ولكن يكفي أن نقول أن الحكومة البريطانية الجديدة طبعا تحدثت بشكل مباشر أنها لن تقوم بالطعن على مذكرات الإيقاف التي قد تصدرها الجنائية الدولية كما كانت حكومة سوناك التي سبقها. يمكن اجتماع اليوم بصراحة أو الذي انتهى اليوم اجتماع الأطلنطي أو الناتو
طبعا مخرجاته كانت بمجملها هي الحديث عن اوكرانيا وكيفيه نصر انتصار اوكرانيا على روسيا وكسر روسيا. لذلك اسبانيا طلبت من يكون هناك طبعا توازن في الرؤى ومعادله للحديث عن موقف واضح وواضح تجاه غزه، حتى لا يكون الكيل بمكيالين، واضح وصريح بصراحه بشكل اساسي. واسبانيا بصراحه لها موقف متقدم له، انه نقول له كل احترام منذ الايام الاولى للحرب وحتى هذه اللحظه، وهي تطالب الناتو ان يتعامل بايجابيه تجاه الصراع العربي الاسرائيلي والكف عن اداره الصراع والذهاب الى حله. كل شكر للدكتور أيمن الراجب، أستاذ العلوم السياسية.